وجاءت نتيجة مباراة الهلال وصن داونز لتحيي أمال جماهير النادي الأهلي في المقام الأول من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني. فوز الأهلي على القطن الكاميروني بأربعة أهداف مقابل لا شيء وتعادل الهلال مع صن داونز 1-1 هي النتيجة التي كان يتمناها الكثيرون خلال الساعات الأخيرة، وجاءت لتكون هي بوابة الأمل للأهلوية من أجل التأهل إلى الدور الثاني، ولكن بشرط يحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف مقابل لا شيء على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني. مباراة صعبة، مباراة قوية، هتكون بإذن الله في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. حلقة النهاردة في كتفك يا أهلي من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس ومن خلال شركة الدهانات الأولى في مصر شركة جي ال سي. بالتأكيد هنتكلم على مباراة صن داونز والهلال، وهنتكلم على مباراة الأهلي والقطن وفرص الأهلي في جولة الحسم بإذن الله. تقريبا هتكون المباراة يوم 1 ابريل بإذن الله. كل ده من خلال زميلي وصديقي كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الفل يا حماده، ومساء الفل لكل جماهير النادي الاهلي ومحب الكره المصريه. اخيرا الحمد لله الحمد لله عاد الامل للنادي الاهلي ليكون قدره بيده، ليكون قدره بيده. اه طبعا احنا قلنا بعد الهزيمه من صن داونز ان النادي الاهلي تخلى طوعية عن التأهل للدور القادم ليكون بإيده. خلاص هو مستني نتائج الآخرين تتدخل عشان تقول له والله انت هتكمل او مش هتكمل. النادي الأهلي كان نجح بالفعل في تحقيق انتصار مهم جدا على القطن، وانتصار بديهي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي كان هو خلاص قبل الأخيرة بالنسبة له، وكان ينتظر تلقي هدية من فريق صن داونز وان هو ما يخسر في مباراة السودان قدام نادي الهلال. واللي في وجهة نظري يا محمد الحمد لله ان حصل، يعني ما يشبه، انا في وجهة نظري الشخصية ده اللي هقولكم ده رأيي انا، ما يشبه التدخل الالهي لكي يجعل مسرحية اخر 20 دقيقة تفشل. نقول تاني، حصل تدخل الهي عشان المسرحية الهزلية اللي حصلت في آخر 20 دقيقة من الماتش تفشل. وبنشكر حارس صن داونز على المجهود اللي عمله ويليامز في تصدي لركلة الجزاء اللي أطيحت لنادي الهلال في الدقيقة 92، وعلى فكرة ركلة الجزاء صحيحة صحيح بنسبة 100% بالظبط كده. طيب في نقطة تانية عايز أتكلم عليها ونبدأ بقى نتكلم في التفاصيل المباراتين. أولا بس النقطة المفصلية، نقطة الجزاء دي قد تكون القش الذي ظهر يعني قصم ظهر البعير. في المكان ده الشناوي صد ضربة جزاء. نعم. في المكان ده ويليامز صد ضربة الجزاء. حصل. لو كان الهلال أحرز هدف تاني في الأهلي كان دلوقتي الأهلي محتاج يكسب 3-0. صح؟ لا مش شرط. لا خلي بالك. المباشرة. لا ما هو خلي بالك كان مجابة مباشرة. بالظبط كده. محتاج يكسب 2-0. 2-0 على أقل تقدير. بالظبط كده. ولو كان النهاردة أحرز الهدف ده كان خلاص الاهلي خرج. بالظبط. بصوا احنا اكيد متفقين يا محمد ان يعني احداث دراميه في المجموعه دي منذ البدايه، يعني فعلا الاحداث الدراميه حتى النهارده كتبت، يعني كنت كتبت بوست عندي على السوشيال ميديا ان الدراما والسكريبت اللي احنا شايفينه بيحصل منذ بدايه دور المجموعات هو افضل نهايه دراميه له. أيوة. في وجهه نظري ان الاهلي يلعب صن داونز في الفاينل ذهاب وعوده تاني بريتوريا. هو ده افضل يعني من وجهه نظر، يعني افضل سيناريو درامي ممكن ننهي بيه البطوله الغريبه. اكيد طبعا 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 تصدي الشناوي وركله الجزاء في ماتش الهلال، والنهارده صن داونز برده يعني بيؤمن التعادل او نقطه التعادل قدام الهلال، اكيد بيامنه للاهلي ان هو يحتاج فقط بس 1-0 في مراجعه. عايزين نقول برده الاحتمالات عشان يبقى الناس معانا. بصوا يا جماعه دلوقتي الوضع الحالي، خلاص نادي الهلال له في المركز الثاني عنده 10 نقاط، خلاص صن داونز 11 نقطة، وأكيد خلاص ضمن الصدارة إن هو هيفوز على القطن. نادي الهلال دلوقتي عنده 6 أهداف وعليه 3، والنادي الأهلي له 11 هدف وعليه 8، والهلال كسبان ماتش الذهاب على أرضه 1-0. القوانين بتقول إيه؟ بتقول أول حاجة بنحتكم إليها في الفصل ما بين فريقين، طبعًا إذا الأهلي كسب يعني، في الفصل ما بين فريقين المواجهات المباشرة. يبقى كده الاهلي مطالب على اقل تقدير زي ما محمد سعيد قال 1-0. 2-1 الاهلي اوت، 3-2 الاهلي اوت، 4-3 اوت. طالما الهلال جاب جون لازم تكسب بفرق هدفين. لازم تكسب بفرق هدفين ليه؟ عشان تتفوق في النتائج المباشره. طيب لو النتيجه المباشره زي بعض 1-0 و1-0
يبقى نرجع لفارق الأهداف إجمالا. هنيجي نلاقي فارق الأهداف ساعتها هيبقى الأهلي هنضيف له هدف لأنه هجيب هدف الهلال هيبقى 12 وعليه 8، والهلال هنحط له هدف الأهداف اللي عليه هيبقى 6 وعليه 4. يبقى كده الأهلي له 4 أهداف والهلال له هدفين إجمالاً. يبقى كده خلاص الأهلي يصعد بفارق الأهداف بالظبط كده. طيب يا جماعة، فوز الأهلي على القطن على فكرة هو المكسب كده كده كان مضمون بنسبة كبيرة، لكن الفوز في حد ذاته مهم ليه؟ لأن الأهلي عمل سكور، كسب 4. الفوز ده صدر ضغط على الهلال السوداني، وده قلناه بكده يا كريم حتى قبل كده. برافو عليك يا محمد. تفتكروا لو احنا عملنا فلاش باك للحلقة الماضية من سكتك يا أهلي، نشوف الحتة لما كنت بتناقش أنا ومحمد على احتمالات المباريات كلها وحاطين كل الاحتمالات ليكم، في جزء محمد قال فيه إن ميزة إن الأهلي هيواجه القطن يوم الجمعة قبل مباراة سان داونز والهلال في السودان، وده ربما النتيجة بتاعته تمثل ضغط على فريق الهلال قبل ما يواجه سان داونز. تعالوا نروح نشوف محمد قال ايه في الفلاش باك ونرجع لكم تاني. بس هي فكرة ايه حزبة ان السان داونز يبقى تاني دي هتخليه يصطدم بالترجي او بالوداد او بالرجاء، مع كم احترام، فانا متوقع ممكن يلعب على التعادل. برضو جزئية تانية، لان احنا الحمد لله يمكن سابقين بخطوات، يعني انت اتكلمت على فكرة ان سان داونز من مصلحته الاهلي يخرج. نعم. وانت اتكلمت من شويه ان كان في يعني الحمد لله عناية الهيه افسدت المسرحيه اللي كانت في اخر ثلث ساعه. ده من وجهه نظر، والتاني هو يا جماعه عشان بس الدنيا واضحه، دي وجهه نظر كريم سعيد الشخصيه. انا كنت شايف ان لو سان داونز راح السودان وقدامه نتيجه، هو خلاص ده من الصعود ده من الصعود الموضوع منتهي، بس هو بيتكلم هنصعد اول ولا تاني، وقدامه نتيجه يبعد بيها النادي الاهلي من البطوله، كان لعيبة سان داونز هتعمل كده. تعالوا نشوف انا قلت ايه في الحلقة السابقة، برضو نعمل فلاش باك ليها ونرجع واشرح لكم ازاي النهاردة كلنا شوفنا المسرحية، ربما بعض الناس مش قادرين يوصفوا بالكلام اللي حصل لكن احنا نوصف لكم. تعالوا نشوف احنا قلنا الحلقة اللي فاتت ونرجع لكم تاني. هتسألنا محمد على توقع الشخصي سان داونز عايز ايه؟ سان داونز بعد خلاص ما ضمن التأهل رسميا لدور الثمانية أصبح هدفه التاني في وجهة نظري هو الإطاحة بالنادي الأهلي من دور المجموعات. ليه؟ عشان النادي الأهلي لو صعد للنوك أوت هتلاقي فريق مختلف عن الفريق اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي، الدوافع هتختلف، الأخطاء هتقل زي ما الأهلي كان بيحصل فيه خلال السنتين اللي فاتوا، وإحساسي حتى من الشحن الجماهيري والشحن اللي عند مسؤولي سان داونز في ماتش، وهو حقه عشان يكون صرح حق مشروع، مادام حق مشروع حقك تعمل انت عايزه، هم مش عايزين الاهلي يكمل لان الاهلي بيتحول في الادوار الثانيه. يعني ببساطه انا كنت شايف ان سان داونز مصلحته انه يخرج النادي الاهلي يا محمد من دور المجموعات، لان دايما انا بقول الاهلي في دور المجموعات حاجه، في دور النوك اوت حاجه تانية. المباراه النهارده احنا بنتفرج عليها كلنا شفنا مباراة، يعني الشوط الاول سان داونز مستحوذ لكن مفيش شراسه، وده خلي بالك مبرر طالما النتيجه ايه 0-0. ليه؟ انا مش مغلوب فمش مطالب ان انا ادوس، بس ما يتدس عليا ان انا برده مش صغير سان داونز. تمام. نزلنا الشوط الثاني، سان داونز مع بدايه الشوط بدات اللعيبه تبدا تهاجم وضيعوا فرصه لشال ابو 20 في اول الشوط الثاني، وبعد كده جه الهدف بتاع شرويلي في الدقيقة تقريبا 64. يا سبحان الله، من الدقيقة 74 تحول كامل يا محمد في شكل المباراة اللي اتفرج عليها. طبعا الكلام ده اللي اتفرج على الماتش، اللي ما اتفرجش على الماتش مع كامل احترامي مش هيشوف، مش هياخد باله من التفاصيل، الصورة اللي احنا بنتكلم عليها دي خالص. طبعا هدف التعادل حدث ولا حرج، يعني حاجة غريبة، حاجة فاضحة كل أمانة، حاجة فاضحة يعني، حاجة حاجة لا يستوعبها العقل يعني. بعد هدف التعادل اللي بيتفرج على المباراه بقى تلاحظ ايه؟ لعيبه سان داونز طبعا نادي الهلال عايز يجيب جول تاني، فبالتالي عامل ايه؟ بيهاجم باكبر عدد من اللاعبين، وبالتالي سايب مساحات كبيره جدا 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 في خط دفاعه. وانت بتتكلم مع مين؟ مع فريق عنده اسرع مهاجمين في افريقيا. لعيبه سان داونز سبحان الله بعد هدف التعادل من الهلال يعدي نص الملعب، وباكد لك بيدور على لاعب الهلال عشان يخليه يضغط عليه وياخد منه الكوره. لعيب سان داونز ما يمشيش، يقعد يلف بالكوره لغايه لما لاعب من الهلال يضغط عليه وياخد منه، يروح رايح على مرمى الهلال السوداني.
هل الناس تفهم من كلام عشان انتوا فاهمين بس الناس اللي مارسوا رياضه التفويت بيبقى تفويت جماعي؟ لا طبعا مش الكلام ده، مش الكلام ده. مفيش مدير فني بيخش اوضه اللبس يا محمد يا جماعه احنا هنخسر يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنفوتين، مش الكلام ده. الكلام ده بيحصلش، الكلام ده بيبقى شعور عند البعض. بمعنى مثلا مكوينة شفناه في ماتش الاهلي واقف على الخط حاجه تانية. اللي ما بينفس التعليمات مش ممكن. شفنا النرفزه وشفنا الحديه شفنا كل حاجه. مكوينة النهارده بعد هدف التعادل من الحارس راجل لذيذ ولطيف وجميل وجنتي جدا 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 جدا، ما عندوش اي مشكله. انا في وجهه نظري واضح جدا عدد غير قليل من لعيبه سان داونز ما كانوش حابين ان الاهلي يكمل، وكانت فرصه ان هم يعني ما يشبه كده بيساعدوا الهلال. وحتى قبل ركله الجزاء ما فهمتش لاعب سان داونز رايح يربط على كتف لاعب نادي الهلال وهو كان تيمبا زواني. ما فهمتهاش بيقول له يلا ربنا يوفقك. ايه ده بجد والله ايه ده. ايا كان يمكن نيته بيقول له يلا بقى طلعها. ايا كان والله بجد ايا كان انا مؤمن تماما وتاني دي وجهه نظر كريم سعيد الشخصيه ان حصل تدخل الهي في الدقائق الاخيره. وطبعا مش هتكلم على الحكم السلمي التونسي، هسيب محمد هو يعني خبير في الامور الحكام الافارقه وعارفهم واحد واحد ويحكي لكم كويس قوي عنه بصراحه. هو الدوري محمد النهارده كان لا هو صادق السلمي من المعروف ان هو من الحكام اللي بيعرفوا يديروا المباراه بشكل معين. سيء جدا بصراحه. في كره طرد يا محمد مش ممكن، ما اعرفش شفتها ولا لا. محمد احمد لاعب الهلال مش ممكن مش ممكن ضربه لا وسيك مزار تاني الاولى نفسها ده ضربه في وشه ضرب اللاعب في وشه قدامه. طب انت بتديله انذار ليه؟ ده هو حتى القانون بيقول لك ما تدوش يعني ما ينفعش تديله انذار. هو طرد لو ضرب بدون كره طرد. الكره الثانيه اللي هو دخل تدخل عنيف هو مش هو عايز يساعد الهلال، واضحه جدا 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 لاي حد. هل نادي الهلال كان عشان برضو يعني احنا عارفين احنا عندنا كم مشاهدات لا باس به من اخواتنا في السودان، هل نادي الهلال كان طالب ده؟ اكيد لا. عشان برضو الدنيا واضحه، هل كان في اتفاقات؟ انا بقول لك لا. بس في بقى حاجه غريبه اتفضل ونفاجئ بها الناس. يلا بينا اضرب. لما الهلال والمريخ بيلعبوا سان داونز لازم يجي حكم تونسي. بجد؟ معقوله؟ اشمعنى؟ السنه اللي قبلها المريخ بيلعب سان داونز في استاد السلام، الحكم هيثم قرط التونسي. اوكي. السنه دي صادق السلمي لما الهلال بيلعب سان داونز. السنه اللي فاتت لما كان سان داونز لسه في بدايه المجموعات اشتكى من وجود تحكيم عربي في مبارياته مع الفرق السودانيه، وقال لما بلعب مع الاهلي بيجي لي حكام افارقه، جه بلاك سيما، جه قبل كده بكاري جسامه، ما جيت دوباي. لما بلعب الانديه السودانيه ليه بيجي لي حكام توانسه؟ للعام الثاني على التلاوه بتتكرر ويجي صادق السلم، بس ما حدش اعترض. غريبه في كل الاحوال. في كل الاحوال الكره الافريقيه فيها تفاصيل كتير قوي عايزه حد خبير بيها. اللي بيتفرج كده من بره ما ياخدش باله. وطبعا في الاخر يعني كل ده احنا هنرميه ورا ظهرنا لان احنا خدنا النتيجه الحمد لله اللي احنا عايزينها. بالظبط خلاص بالزبط. احنا خدنا النتيجه اللي احنا عايزينها. وانا في وجهه نظري ان احنا بقى عندنا مساحه ان شاء الله يا محمد ان احنا نحجز بطاقه بس عشان ما يتقالش بعد كده اصل في الابن المدلل ومش عارف ايه مين اللي قال الابن المدلل؟ شويه اعلاميين للاسف يعني. طيب انتظروا خلال الفتره الجايه ان شاء الله على يلا كوره مفاجات مش هنتكلم عليها كتير، بس هنتكلم عليها بين كوتيشن الاتهامات من محبي نادي الهلال بان النادي الاهلي هو الفتى المدلل للكاف. خلال الايام الجايه هنستعرض لكم بالمستندات مفاجاه مدويه بالمستندات من هو الفتى المدلل للكاف اذا حطينا الهلال والاهلي في كفتين قدام بعض في ظل المعطيات اللي هنا والمعطيات اللي هنا. بالظبط ده انتوا هتلاقوا فرق شاسع بس مفاجاه مدويه. تمام اكيد. طيب ماتش الاهلي والهلال غالبا باذن الله 1 ابريل هيتحدد خلال الساعات الجايه وفي شهر رمضان، والمباراتين في توقيت واحد بنسبه كبيره حتى لو هتتلعب بالليل سان داونز هيلاعب برضو القطب الكاميروني بالليل. نعم. الماتش ده محتاجين نلعب فيه ازاي ومحتاجين ايه بره الملعب وجوه الملعب؟ جميل جدا. احنا اتفقنا مع حضراتكم في وجهه نظر يعني ان الكثير من التشكيل اللي انتوا شفتوه قدام فريق القطن احنا قلناه هنا في كتفك يا اهلي، وقلنا مثلا كنا دايما نقول ان افضل راس حربه للنادي الاهلي المفروض ان كولر يبدا بيه اساسي المباراه كلها هو كهربا. لان كهربا منذ عودته لتشكيله النادي الاهلي وبدا يلعب
هو افضل من لعب في هذا المركز مقارنه بكل امانه مقارنه بمحمد شريف او شادي حسين او حتى بيرسي تاو نفسه أرقامه. لما كان بيلعب كهربا مميز جدا جدا في عمليه التهديف وكمان التمركز هو كويس جدا حاجه كده هو شاطر فيه في كده لعيب موهوب بيعرف يتحرك داخل منطقه الجزاء هي فيه زي حراس المرمى حراس المرمى بيقول لك دايما ايه انا اخد حارس المرمى الموهوب ما اخدش المصنوع الموهوب هو اللي عنده استمراريه المصنوع بيديك شويه وبعد كده يقف طيب انا شايف يا محمد ان تشكيل الاهلي لعب ماتش القطن تشكيل مميز جدا كمان واضح جدا بقى عندنا ثنائيه حلوه في الهجوم ثنائيه بيرسي تاو وكهربا والاثنين بيلعبوا مع بعض بتفاهم وتحركات مميزه جدا جدا فلازم نحافظ عليه اتمنى من كولر هو واضح عندنا فتره راحه كويسه عنده لعيبه دوليين راحوا للمنتخب عشان الماتشين بتوع ملاوي اتمنى 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 نركز بس في حته تثبيت التشكيل شويه عشان التناغم والانسجام وعشان الناس اللعيبه كمان في الملعب ما تقولش ايه انا كنت مرتاح مع فلان بس لما فلان غيرت انا مش قادر في الوقت الحالي بس دلوقتي دلوقتي بس لما نعدي ونروح دور الثمانيه بقى نقفل بقى كل ده يا معلم ونشوف بقى ايه اللي جاي اللي جاي قالوا جديد بس كده. طيب الجزئيه الثانيه فكره تواجد مروان عطيه نعم في وسط الملعب شفت مروان عطيه ازاي والاداء اللي اداه في ماتش القطن ازاي كنا محتاجينه في سان داونز وازاي يقدر يكمل عليه الفتره الجايه مع كولر اتكلمنا على الحته دي كتير وقلنا مروان عطيه واحد من اهم مكاسب النادي الاهلي في صفقات يناير وهو بيدي ورك ريت عالي جدا وبيدي مجهود بدني كبير جدا بس طبعا كل امانه يا محمد ما نقدرش ان احنا نقول ماتش القطن مقياس لشيء ان بامانه مفيش منافس قدامه كل امانه احنا كنا بنقول ان مروان عطيه كان لازم يشارك منذ البدايه في مباراه سان داونز ليه؟ لمباراة سان داونز عارفين يا جماعة والله لو احنا كنا بنلعب سان داونز زي ما الهلال كان بيلعبه النهارده وقفلنا له وقدرنا يعني عارف اللي هو ايه نرخم عليه شوية تعرف تعمل حاجة يعني احنا مشكلتنا برضو احنا فتحنا الجيم قوي وخط الوسط القندوسي يعني ما كانش عارف هو مركزه ايه هل هنتقلت في الملعب تلت نص ملعب ولا بلاي ميكر ففي كل الأحوال أنا بشوف مروان عطية دلوقتي حاليا أحد الركائز الأساسية في نص الملعب وان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها لازم نلعب قدام الهلال السوداني 4-3-1 ننزل مهاجمين او حتى ايه لو لعب 4-3-3 صريحه يلعب باثنين مركز 8 لازم تنزل من الدقيقه الاولى اكون او لا اكون اذا بقى محمد الدنيا قفلت معانا في الدقائق الاخيره من المباراه وحبينا بقى نتفادى الشكل اللي احنا عملناه ضد سان داونز في ماتش 2-2 احنا كنا 2-1 محتاجين بقى ايه نلعب شويه تاكتكس كنت هتنزل واحد مساك ثالث عشان تقفل ورا وتقفل لهم العمق ده ممكن بقى تلجا له في الدقائق الاخيره من المباراه لما تلاقي الدنيا بدات ايه تقرب وانت عايز توصل للنتيجه بتاعتك بس ايه مفيش فجوه انت بدات المباراه اعمل فجوه اعمل سكور عشان تدي كذا بصراحه كذا رساله واحد ان الهزيمه اللي حصلت في السودان كانت هزيمه طارئه مش ده الاعتياد مش طبيعي بالظبط والنادي الاهلي نادي الاهلي دايما بيامن في دور المجموعات بطاقه التاهل للدور الثاني زي ما قلنا بعث الاهلي من جديد في دوري ابطال افريقيا ليبعثر كل اوراق المجموعه وكل اوراق البطوله لان البطل عندما يتاهل للدور ربع النهائي عليك ان تنتظر كل المفاجات في دوري ابطال افريقيا طب كريم اخر حاجه ممكن نختم بيها نعم السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا بخصوص خالد علي المنسق العام لنادي سان داونز وكلام اتقال انه مشي وتم اقالته بعد التحقيق مع كل الكلام ده عاري تماما من الصحه خدوا بقى المفاجات مننا لان احنا الحمد لله على تواصل مع جميع المسؤولين في كل الانديه الافريقيه حصل تواصل ما بين ناديي الهلال وسان داونز ويبدو ان الامور فهمت بشكل خاطئ بسبب بعض الجماهير اللي موجوده من خلال السبيس اللي موجوده في تويتر ونادي الهلال من خلال مسؤوليه قالوا حتى المسؤول سان داونز وماذا حتى اذا كان صرح خالد علي ان هو مثلا هيقدم اي معلومات لوجستيه لاي نادي احنا كنادي الهلال استفدنا اصلا قبل كده بمعلومات لوجستيه اولا تاشيرات السفر اولا ثانيا كمان المعسكرات اللي بتقام للهلال في جنوب افريقيا بتبقى مده طويله جدا وبنستفيد من خلال هذه المعلومات سفر الهلال الى الكاميرون استفاد فيها الهلال من المعلومات اللوجستيه لنادي سان داونز لما كان موجود الاول مع القطن الكاميروني في مباراته قبل الهلال ما يسافر يلعب القطن فقال لك اساسا في تعاون ما بين الموضوع ما كانش مستاهل كل ده فما كانش مستاهل كل الضجه اللي حصلت دي واعتقد خلال الساعات الجايه الموضوع هيتقفل وما كانش محتاج كل الضجه دي بس هي دي مشكله السوشيال ميديا يا كريم وكمان اي حد مسؤول لما يخش على السوشيال ميديا اكيد لازم برضو يكون حريص طبعا طبعا في الكلام خصوصا طبعا عشان خاطر برضو العلاقات ما بين الانديه بالزبط. اكيد اكبر بكتير 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 من أكيد. فكره ان المسؤول يكون بيدردش مع
جماهير او مجموعات على مواقع السوشيال ميديا المختلفه. لكن الموضوع يعتبر شبه انتهى وهي امور متعلقه بس بامور لوجستيه، لا معلومات فنيه ولا بتاع، محدش محتاج التفاصيل ده اصلا. لكن للاسف بعض الجماهير هي اللي بتحب تكبر الموضوع، ومحبي الهلال على تويتر يعني مسيطرين بشكل كبير جدا. كريم انا بشكرك. ميرسي جدا محمد، شكرا جزيلا. وان شاء الله نلتقي بقى عقب ان شاء الله باذن مباراه الله. الهلال يكون في تاهل باذن الله ان شاء الله للدور ربع نهائي ولكل حادث حديث. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.